أطلقنا البرنامج مثل ما ذكرت قبل 3 شهور. قبل هذا الشهر. أي الأمانة أطلقت البرنامج تقريبا من 2 أو 3 أيام. أن عندنا في البرنامج عدة محاور أو عدة مبادرات. أي حلو. كل هذا يخدم التشجير. المبادرة الأولى عندنا اختيار أماكن عامة بناء تنسيق مع الهيئة واستدعاء المتطوعين لهذا الموقع وزراعتها. كيف كان اللي هو استدعاء المتطوعين؟ كيف وصلتوا للكم الهائل من المتطوعين اللي شاركوا معكم في الحملة؟ احنا اولا سجل معانا في الحملة اكثر من 7000 متطوع، ما شاء الله، تعتبر من الحملات القلائل. انا 7000 هذا العدد قبل تقريبا اكثر من اسبوعين اتوقع الان وصل الى اكثر من 7000، ما شاء الله. فقط طبعا عبارة عن رابط، وضعنا رابط في تويتر، سجلوا اكثر المتطوعين عن طريق هذا الرابط، بعضهم بادر، نشر رابط في الجروبات في التغريدات، فسجل معنا إلى الآن مثل ما ذكرت 7000 متطوع. المرحلة الأولى شارك معنا أكثر من تقريبا قريب من 1300 1400 متطوع، لأن المكان ما يستوعب ولو ودهم كلهم